بعدما تخلت عن حذرها مع تنظيم مهرجانات دينية جماعية وتجمعات سياسية والسماح للمشاهدين بحضور مباريات كريكت وغيرها، تشهد الهند موجة إصابات غير مسبوقة من فيروس كورونا بتسجيلها نحو 2 مليون إصابة هذا الشهر وحده. لكن ما يزيد من المخاوف هو اكتشاف ظهور سلالة جديدة من الفيروس في الهند. منظمة الصحة العالمية أكدت خطورتها وقالت إن اللقاحات المسجلة قد تكون أقل تأثيراً على هذه السلالة. ويقول علماء إن الأبحاث على السلالة الجديدة أثبتت أنها تحتوي على طفرات تجعل منها أكثر قدرة على الانتشار والعدوى. تم اكتشافه لأول مرة في ولايتين هنديتين بنهاية عام 2020، وقد زادت حالات الإصابة بهذه السلالة من الفيروس منذ نهاية العام الماضي. الفيروس يتحور ويتغير بمرور الوقت، وهذا أمر مثير للقلق نظراً لأن هذه التغيرات تمنحه القدرة على الانتشار والعدوى، ما يكون له انعكاس على إجراءاتنا المضادة لمواجهة الجائحة والتي تشمل استخدام اللقاحات. تطور يثير المخاوف من آثاره السلبية على تدابير مواجهة الفيروس ليس في الهند فحسب، بل في العديد من بلدان العالم، خاصة ما يتعلق منها باللقاحات المستخدمة، إذ يعتمد برنامج كوفاكس الدولي لتوزيع اللقاحات على المصنع الموجود في الهند لتوفير الجرعات لأكثر من 90 بلدا ناميا حول العالم. وأي تأخير أو توقف في هذا المصنع قد ينعكس سلبا على القدرة في التوزيع. وقد أبطأت الهند المساعي التي يقودها برنامج كوفاكس لإرسال لقاحات لدول أخرى من المصنع الموجود على أراضيها، حيث تبحث السلطات تغطية احتياجاتها الداخلية المتصاعدة أولاً. وتأتي الموجة الثانية في الوقت الذي استخدمت فيه الهند أكثر من 100 مليون جرعة لقاح منذ يناير الماضي في محاولة لتعزيز برنامج الوقاية. ورغم أن الهند هي ثالث دولة على مستوى العالم فيما يتعلق بمعدل إعطاء اللقاح لسكانها، لكن يبدو أن هذا ما زال غير ملائم بالمقارنة بعدد السكان الضخم.